على محاضراتكم من جديد، وأول أيام فصل الربيع النهاردة، يعني بيقال النهاردة أول أيام الاعتدال الربيعي، يعني زي ما بنقول كده الليل بيكون قد النهار بالظبط، لكن مش أول أيام الاعتدال الطقسي طبعاً. لو كنتم زينا من سكان القاهرة وبصيتم كده من الشبابيك هتلاحظوا بداية كده ظهور التراب وشوية، وهتبتدي تحسوا انه درجة الحرارة بتعلى اكتر، والحقيقة انه متوقع انها تبقى العظمى فيها 32 درجة. المفاجأة حقيقة مش النهاردة، المفاجأة بكرة لو الكلام اللي احنا شفناه على تطبيقات الطقس ده واللي بيقال صحيح. لكن عشان نعرف اكتر، على كل حال معنا الدكتور محمود شاهين مدير هيئة التنبؤات بالارصاد الجوية. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ رغده وكل الساده المشاهدين. الدنيا ربيع زي ما بقول، الجو اخباره ايه بقى، بديع ولا ايه؟ يعني هو الدنيا حر، الموجه حاره فعلا مع بدايات فصل الربيع. معظم ايامه باجواء ربيعيه وبتتفتح فيه الزهور وكل حاجه. مفيش كلام، موجات من ارتفاعات شديده في درجات الحراره وعلى محفوظة في درجات الحرارة في وقت ضيق جدا او في وقت قصير جدا زي ما بنقول دايما. لكن الجوية الطبيعية بتاعت فصل الربيع هو بادئ معانا بموجة حارة بالفعل، بدأت النهاردة فصل الربيع، بكرة تكون درجة الحرارة 34 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات. الموجة بالفعل أعلى من المعدلات وأعلى من امبارح، يعني امبارح كانت الحرارة 34 صحيح 34، يبقى في 10 درجات تقريبا خلال 48 ساعة ترتفع فيهم درجة الحرارة العظمى. فرق كبير يا دكتور الحقيقة، يعني احنا اتفاجئنا بيه. هو طبعا هو مثل المفاجأة، احنا متوقعين كده من فترة طويلة، وقلنا ان ربيع هذا العام هيكون اكثر حرارة من الاعوام اللي فاتت، والامطار هتكون اقل من الاعوام اللي فاتت، وده وصل للتنبؤات الفصلية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل بداية كل فصل حوالي شهر او 20 يوم. طبعا البادئ معانا في بدايات ارتفاعات في درجات الحراره، ولكن احنا بنقول للساده المسلمين عشان نتكلم بس على الفرق بين امبارح والنهارده والايام القادمه على فكره درجات الحراره. في مفاجاه كده بتصد زي ما قلت، بتطلع في الابلكيشن بتاع الوذر ده بتاع الطقس، مكتوب ان درجه الحراره هتبقى بكره 36، هو ده حقيقي؟ طبعا هي الاحساس بيها هيكون اكتر من 34، احنا بنقول درجه الحراره 34 دي في الظل، ولكن طبعا احساسنا بيها هيكون اكتر من كده، تصل الى 35 و36 درجه احساسنا بيها، ولكن احنا مجرد ما وصلنا لل 34 درجه الطقس بالفعل حار، وساعات تكون شديد الحراره كمان يعني. فيعني ده دي بقى بالنسبه للناس بخصوص الملابس، ودايما بيبقى في خلاف على النقطه دي، فايه الافضل؟ لا هو طبعا احنا ما فيش كلام ما نقدرش ما نقولهمش ما تخففوش الملابس خلال الموجه الحاره دي، ولكن يعني مع متابعه النشره الجويه طبعا، لان هتنخفض مره اخرى الربيع فيه زي ما بتقول ارتفاعات شديده في درجات الحراره، برضه بيتبعها مباشره انخفاضات ملحوظه في درجه الحراره. على سبيل المثال يوم الاربعاء القادم القاهره الكبرى هتسجل ان شاء الله متوقع عليها 24 درجه مئويه عظمى، يعني رجعنا امبارح واول امبارح ثاني. فطبعا نزول الحراره 10 درجات مئويه او 10 درجات مئويه بين يوم الاربع او بين نزول الحراره الاربع والايام اللي قبليه قرر من السبت للثلاث، فروق درجات الحراره الكبيره دي بيخلينا نقول للساده المواطنين تخفيف الملابس خلال الموجه الحاره هيكون حرص شديد، وتخفيف مش هنبدا نلبس ملابس صيفيه دلوقتي، وخاصه بالليل خصوصا بالليل، الصيف بتاعنا 21/6 في مصر، فالربيع ما بتلبسش فيه ملابس صيفيه بشكل كامل، ولكن بتخفف الملابس الشتويه خلال هذه الفترة، لأن زي ما حضرتك ما ذكرتي الليل فعلا درجات الحرارة فيه ما زالت 18 و19 20 درجة مئوية، يعني هنلاقي فارق بين العظمى والصغرى بيصل أحيانا إلى 15 درجة مئوية أو أكثر. فنكون حذرين جدا أثناء تخفيف الملابس وأثناء تواجدنا خارج المنزل فترات الليل أو الصبح بدري، إحنا خارجين لعملنا اليومي. طب دكتور التراب بقى والجيوب الأنفية والخمسين والكلام ده كله، أخبارهم إيه الأيام اللي جاية؟ احنا طبعا معانا اتربه على النهارده وخلال الايام اللي جايه على القاهره وخبرات الوقت البحر اللي ما بشوفهاش احيانا على شمال الصعيد وعلى المناطق الغربيه والصحراء الغربيه سيوه السلوم مطروح الوفاه الوادي الجديد، هذه الاماكن فيها نشاط رياح، نشاط الرياح هناك الجنوبيه الغربيه بيخلي الاجواء متربه، يعني فعلا رمال مطاره في هذه المناطق، ولكن بقى محافظات الجمهوريه زي ما حضرتك ما ذكرتي في تحس ان في تراب في الجو، في اتربه عالقه في الجو، عدم وجود نشاط للرياح مش مخليها توصل لمرحله الرمال المثاره.
فيعني ما بتقلش معاها الرؤيه بشكل كبير، ولكن هناك انخفاض في مستوى الرؤيه على الطرق السريعه الناس تخلي بالها برضو على الطرق يعني. الناس تخلي بالها على الطرق. وطبعا النصيحه الثانيه لاصحاب الاغراض الطبيه والتنفسيه وجود الامثله زي ما حضرتك ما ذكرتي، لازم طبعا يكونوا حذرين جدا اثناء التعرض لهذه الامثله. بخصوص لو لسه هنرجع تاني لنقطه درجات الحراره، الانخفاض في درجات الحراره يا فندم اللي هو المتوقع بعد 3 ايام، هل هيكون في امطار او في تقلبات معينه؟ وارد طبعا انتقاص امطار، احنا بنشوف شفنا النهارده كان في امطار خفيفه في مناطق في اسكندريه. برضه خلال الايام اللي جايه كره الامطار موجوده معانا على السواحل الشماليه ومناطق الوجه البحري، ولكنها زي ما بنشوف امطار خفيفه جدا وعلى مناطق طولنا الاخرى. في ناس مش مستشعره اصلا، معظم الناس مش هتستشعر هذه الامطار، عشان كده مش متابعين ان في فرص امطار، ولكن الامطار بتاعت على مناطق محدوده جدا من شمال البلاد مش هتتفاقى كل الطاقة المصرية، لكن بنوع عنها فرص حدوثها من 20 ل 30%، يعني أمطار غير مؤثرة على كافة الأرض. امبارح يا دكتور محمود انا كنت مع حضرتك برضه واتكلمنا على فكره الناس تخفف ولا ما تخففش، فانا قلت على مسؤوليتي الشخصيه الناس تخفف الملابس، هي درجه حراره 36 شوي ما يخففوش؟ لا مش هقول كده، لا يصيفوا مش يخففوا بقى، انا اسات هنا يعني المفروض اسات التعبير، المفروض يصيفوا. ما هو حضرتك احنا بنقول من ملابس ستويه الملابس صيفيه مره واحده بتعمل ممكن تجيب برد او كده، واحنا بنستعين بحضراتكم في الاساس علشان نعرف انتوا البوصله بتاعتنا عشان نعرف نخفف ولا لا، او نعرف الاجواء اخبارها ايه. لكن بقول ربنا يستر على الاجواء اللي جايه ان شاء الله، ربنا يسترها. بس درجه حراره جسمنا زي ما بنقول لسه متعوده على نوعيه ملابس معينه، ما ينفعش نظلمها بتخفيف شديد في الملابس. صحيح. لعدم سبب نزلات البرد خلال هذه الايام وتشابه اعراضها باعراض كورونا. صحيح صحيح. شكرا حضرتك دكتور محمود، يعني دائما بتكون معانا وتطلعنا على مستجدات الطقس، فشكرا جزيلا لك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. طيب اذا درجات حراره مرتفعه، تقلبات جويه، اتربه مفاجاه واشياء اخرى، لكن بالتاكيد مفيش كلام جو ربيع والدنيا ربيع والجو ربيع ولا معرفش بيتقال ازاي، يعني بالتاكيد ان احنا خلاص يعني دخلنا في فصل الربيع، لكن كل التحذيرات اللي الدكتور محمود شاهين قالها ضروري الناس اللي بيبقى عندها حساسيه من الاتربه او الناس اللي بتخفف بشكل كبير جدا وبعد كده ترجع تلبس ملابس شتويه تاخد بالها من النصايح دي لانها مهمه جدا. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، وانتظرونا في كل جديد من تلفزيون اليوم السابع، والى اللقاء.